مثل ما تعودتوا عم نطل عليكم يوميا على شاشه الام تي في ونهينكم طريقه الشوبينج مع شوبينج باي بست سيلر. غرض متنوعه ومميزه واسعارها كثير مقبوله. انتوا قاعدين بالبيت بدكم بس تتابعونا وتختاروا الايتم يلي بهمكم، تتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55 وبيوصل لعندكم من دون اي كلفه اضافيه وين ما كنتوا بلبنان. إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين تنظفوه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح، الحل هو تشيلو برو الأصلية يلي بتنظف من جوا ومن برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي يلي بنظف لنا الإزاز قد ما يكون كبير، بثواني كتير قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحة ميكروفيبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة وتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية في منها للإزاز العادي ب 34 دولار ولدوبل فيتراج ب 60 دولار والأهم مكفولة لسنتين. اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 واحصلوا على تشيلو برو الأصلية وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. اجمالا مشكله الوزن الى حل، بس شي مره فكرتوا بمشكله الطول؟ مع سمارت طول رح تزيدوا طولكم بشكل كتير سهل ومريح. هالقطعه المصنوعه من ماده الربر فيكن تحطوها بالشوز من جوا وهي كفيله بانه تزيد لكم طولكم لحدود ال 5 سنتيمتر. سمارت طول ما بتسبب وجع وما لها اي عوارض جانبيه بفضل المواد المريحه المصنوعه منها. قطعة الربر بتاخد شكل الاجر جوات الشوز وهيك فيكن تتحركوا برياحها من دون ما تزحطوا او تتضايقوا بالمشي. مع سمارت تول صار فيكن تستغنوا عن احذية الكعب العالية اللي بتتعب وبتوجع الظهر، وهيك فيكن تلبسوا حيلا شوز مريح وتحصلوا على طول يلي بدكن اياه من سنتيمتر لحدود ال 5 سنتيمتر. ما عليكن الا انه تحطوا قطعة من سمارت تول جوات الشوز وهي كفيلة بانه تزيد لكم طولكم وما بتسبب لكم انزعاج. سمارت تول مصنوع من مواد مريحه مثل ما قلت لكم، ما بتعرق الاجر يعني ما بتسبب انزعاج وجع او حساسيه وبتضاين لفتره طويله. ب 20 دولار فيكم تحصلوا على سمارت تول والعلبه بتتضمن 10 قطع وكل قطعه سنتيمتر واحد. اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 وبتوصل لعندكم بلا اي كلفه اضافيه وين ما كنتوا بلبنان. اجمالا السطل يلي بنستعمله بالبيت بنعطى الهم وين بدنا نحطه، واغلب الاوقات بنحطه على البلكون لانه بياخد محل ومنظره بيكون مش كتير مرتب. هالريتراكتبل باكيت بحل لنا هالمشكله. سطل مصنوع من الكاوتشوك مش من البلاستيك، يعني متين وبيضاين لمده كتير طويله. فينا نضبه وبيصير بهالحجم ونحطه محل ما بدنا وما بياخد محل ابدا، وحتى فينا نعلقه على الحيط. ريتراكتبل باكيت فيكم تحصلوا عليه كل اثنين ب 26 دولار وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفه اضافيه، وما لكم الا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55. صار فيكم تحضروا الايس كريم على الطعمه يلي بدكم اياها واللي عبالكم اياها بطريقه كتير سهله وبسيطه وسريعه مع ايس كريم ميكر يلي سعرها بس 68 دولار. ايس كريم ميكر هي مكنه لصنع البوظه بالبيت بطريقه سهله والاهم كتير هيلثي، لانكم فيكم تعملوا بس من فواكه بلا ما تزيدوا عليها حليب او سكر وتصير ادسم. لتستعملوها بدكم تفتحوا الغطا من فوق، تنزلوا الفواكه يلي بدكم، وهون بدي الفت نظركم انه فيكم تحطوا نفس النوع او تشكلوهم ورا بعض حسب كيف بدكم تقدموهم، وهيك بينزل عنا اطيب بوظه للتقديم بوقت كتير سريع، واكيد الفواكه كلها بدها تكون فروزن او مفرزه. حتى إذا عبالكم تدسموها أكثر فيكن تكسروا مع الفواكه بسكوي أو تحطوا حبوب شوكولا أو يلي بدكن إياه. اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 واحصلوا على آيس كريم ميكر بس ب 68 دولار فري ديليفري وين ما كنتوا بلبنان. لكل ستات البيوت يلي بتهمهم ريحتهم، سوي برو بلس الجديدة هي الحل. هالمكنسة على البطارية ما إلها شريط وما بدها كيس وما بيتعدى وزنها الكيلو الواحد. بتسحب كل شيء من الكبير للصغير إن كان على السجاد على البلاط وعلى الباركيه.
وبتحللنا، خاصة مشكلة الشعر يلي ولا ما كنسي بتحللنا إياها. الفاكيوم التقليدية تقيلة وبدها شيت كهرباء، والمكنسة العادية بيعلق فيها الشعر. مثل ما شايفين بيجي معها بطارية وشارجر، وما قلنا إلا نشارجها ونستعملها لوقت طويل. شوفوا شو هينا على الباركي، بدنا بس نمرقها على الأرض وما في لزوم أبداً نشد، نتركها تمشي لوحدها. والشي المنيح كمان إنه شكلها الجديد تريانجل لحتى نقدر ننظف الزوايا بكتير سهولة. وإذا بدنا نمرقها تحت التخت أو الخزاين أو حيالله شي تاني، شوفوا شو براكتيكال منوطيها بهالشكل، وهيك بصير فيكم تفوتوها وين ما بدكم. وأكيد هذا الشي بيتطبق مثل ما قلت لكم على السجاد كما على البلاط. سوي برو بتبرم 360 درجة، يعني بمختصر فيكن ما تعتلوا هم إذا ولادكن وقعوا بسكوي أو كورنفليكس أو حيلا شي تاني. كتير سهلة التنظيف، بدنا بس نكبس هالزرين بهالطريقة منفض الجارول الكبير من الأوساخ. سوي برو بلاس مثل ما ذكرت ما بدها كيس ودبة كتير هين، فينا نعلقها على الحيط أو نحطها ورا الباب، يعني ما بتاخد محل أبدا. سوي برو هي ماشين ما بتنضب لأنها تستعمل 365 يوم بالسنة. والعرض هلأ مع سوي برو بلاس في ثلاث هدية، قطعتين ستيكي برو لتنظيف الفوتويات والتياب وكتير إشياء غيرهم، وهالفرشاية حتى إذا بدنا نشيل شي على السريع. سوي برو بلس أكيد مكفولة لمدة سنتين. لا تحصلوا عليها اتصلوا على بسلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم ب 43 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. شو أورجانيزر هالشبه غزانة بتنظم وبترتب الشوز. شو أورجانيزر مصنوعة من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بينخزق وبنفس الوقت منه تقيل بالحمل. شو أورجانيزر بتساعد 12 جوز أحذية مقسمة مثل ما شايفين لكازيات مرتبة، وإلى غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا أنه نختار الشوز. قياسها مناسب كتير 55 ب60 سنتيمتر وارتفاعها 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت أو بأرض الخزانة، وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكال ومرتب. ولأنه حجمها مثل ما قلت براكتيكال، فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورجانيزر حد بعضن. ب26 دولار بتحصلوا على شو أورجانيزر، والعرض هلأ مقابل شراء 2 شو أورجانيزر بتحصلوا على الثالثة مجاناً. تصلوا على بسلر على 01-44-55-55 وب26 دولار توصل لعندكم بلا كلفة ديليفري. هول كانوا الأيتمز، إن شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن دايماً تتصلوا على بسلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايماً على MTV. Thank you.